وخلونا نروح لفاطمة خليل وتقول لنا ايه اخر الحاجات اللي بتحصل عندها وابرز التحضيرات للفعاليات القادمة اللي هتكون موجودة في مهرجان العالمين. فاطمة برحب بيكي مرة تانية. برحب بيكي ليلى وكل مشاهدي ومتابعي برنامج العالمين والقناة الأولى، وزي ما كنتي بتقولي أنت وضيفك عن الفعاليات اللي موجودة هنا في العالمين، وهو أرسل رسالة من خلال برنامجنا أن احنا نكون في الفعاليات وأن احنا نقدم كل هذه الفعاليات. احنا موجودين من أول المهرجان لحد دلوقتي ولحد آخر مهرجان في كل الفعاليات اللي موجودة المختلفة ومتنوعة لوزارة الثقافة وغيرها من الوزارات الأخرى والفعاليات المختلفة، كلنا موجودين علشان ننقل لحظة بلحظة هذه الفعاليات، واحنا موجودين مع الجمهور. وعايزه اقول لك انا في المنطقه الشاطئيه وكل يوم عدد الزوار يا ليلى بيزيد يوم بعد يوم، لان فعلا الناس من كتر ما احنا بنتكلم على منطقه شاطئيه والفعاليات اللي فيها وقد ايه فيها فعاليات مختلفه، بداوا ان هم فعلا يحبوا المكان ويجوا في المكان ويستمتعوا بكل الاجواء وكل الفعاليات المختلفه والعجل. والنهارده شفت حاجه حلوه جدا وهي بادئه من امبارح، وهي اتوبيسات المكتبات المتنقله من وزاره الثقافه كمان وموجوده هنا في المنطقه الشاطئيه، وفي ترابيزات وفي الوان وفي لعب وفي فيديوهات وافلام تسجيليه للاطفال. يعني كل الزوار اللي هيجوا هنا في المنطقه الشاطئيه تحديدا هيستمتعوا جدا بكل الاجواء والفعاليات، وهيبقوا ضامنين ان هم هيستمتعوا، كل الافراد الاسره هتستمتع كبار وصغيرين. كمان الاسبوع ده شهد العديد من الفعاليات يا ليلى من اوله لاخره، ولسه في فعاليات كتيره جايه كمان. احنا مستنيين ايه بكره يا فاطمه ان شاء الله في الفعاليات السادسه؟ فاطمة احنا مستنيين ايه بكره؟ بكره عايزه اقول لك ان في فعاليات رياضيه مختلفه. في فعاليات رياضيه مستمره معانا، والاسبوع ده كان في بطوله نسائيه لكره السله ودي اول مره بتحصل، وكمان كان في فعاليه رياضيه لذوي القدرات الخاصه وكانت مميزه جدا وكلهم تالقوا فيها. الاسبوع ده احنا مستنيين العرض الاول لمسرحيه التلفزيون بالتعاون بين الشركه المتحده وموسم الرياض، هيكون على مسرح الخيمه ان شاء الله وتبدا من 15 ل 17 اغسطس. كمان هيبقى في عرض مسرحي للستات عايزه ايه في نورث سكوير مول، وهتكون عروض مميزه، وفي مهرجان نبتة لاكتشاف المواهب الصغيرة وفيها يعني حاجات كتيرة أو متنوعة داخل مهرجان نبتة، وفي كارو بايتس مهرجان الأكل. احنا في انتظار فعاليات مختلفة وكتيرة في الأسبوع السادس والسابع والثامن، في حاجات كتيرة أوي كل يوم فعالية جديدة يا ليلى، واحنا معاكم لحظة بلحظة لنقل كل هذه الفعاليات. وعايزة أقول لك الأجواء هنا حلوة أوي، الناس كلها مستمتعة والناس هنا والأطفال مستمتعين بالعجل اللي موجود على طول الممشى، وهنا في المنطقة الشاطئية والبادل شغال وال الفعاليات في كرة القدم وكرة الباسكت بول والفولي بول، كل الفعاليات شغالة من الصبح بالليل الفعاليات الرياضية، وفي كل يوم جديد وكل يوم أفكار جديدة. في هنا معرض الحرف اليدوية لوزارة الثقافة، فعلا كل يوم يعني بيقدم وجبة دسمة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لكل زوار المهرجان علشان يستمتعوا بأوقاتهم ويستمتعوا بكل حاجة موجودة هنا داخل المهرجان، فأكيد هيلاقوا كل اللي هم حابينه وكل اللي هم عايزينه علشان يتفرجوا على عروض فنية وثقافية مختلفة من قصور الثقافة، في العروض الفنون الشعبية المتنوعة كل يوم فرقة جديدة وكل يوم عرض جديد من الفنون الشعبية وكل يوم فعالية. يعني فعلا إدارة المهرجان حريصة جدا أنها تقدم كل يوم فكرة جديدة في كل أسبوع من أسابيع المهرجان في دورته الثانية. حقيقة فاطمة باين من الصورة وباين من وصفك على مدار الحلقة ان في أنشطة كتير جدا، وفي كمان إقبال من الجمهور على التواجد في العالمين الجديدة وفي المهرجان والاستمتاع بالأنشطة المختلفة. انا بشكرك شكرا جزيلا فاطمة خليل، كنت معنا مباشرة من العالمين الجديدة.